تعني عانة باللغة السريانية الخمر، وهيدا دليل عن شهرة البلدة قديما بإنتاج العنب. ورغم أنه هيدا الإنتاج توقف، إلا أنه زراعة العرايش بقي تقليديا بالبلدة على سطوح بيوتها الخضراء. التطور التكنولوجي دفع الأولاد على ملازمة منازلهم وعدم الاهتمام بنشاطات ميدانية بيئية، وهنا تلعب المدارس دوراً مهماً لإيجاد سبل لتنمية الاهتمام بالطبيعة لدى طلابها. لذلك أدرجت بلدية عانة ومدرستها زرع الشجر والاعتناء بها كحصة في منهاج التربية البدنية، حيث يستفيد الأولاد من هذا النشاط جسدياً ويساهم في زيادة المساحة الخضراء في البلدة. الشيء اللي استفادوا منه أنه هو عمل جماعي بنمي فيهن الحياة الجماعية، بالإضافة إلى أنه بيزرع فيهن الأمل أنه نحن منزرع شجرة صغيرة ومننتظرها حتى تكبر يوماً ما بتعطينا، مش بالضروري تعطينا ثمر ناكله أو نستفيد منه مباشرة، إنما بتعطينا بطريقة غير مباشرة إلنا ولغيرنا كمية كبيرة من الأكسجين.